classe moyenne également qui continue. Donc, la classe moyenne va avoir besoin de services de qualité. اليوم تقدموا رأي المجلس حول المعادن الاستراتيجية والحرجة. هذه المعادن هذه تتلعب واحد الدور مهم في عدة مجالات: الانتقال الطاقي، الانتقال الرقمي، التصنيع 4.0، لاندستري 4.0، الأمن الدفاعي، الأمن الغذائي. ولهذا البلدان في العالم تيتنافسوا باش يضمنوا هاد واحد الكمية كافية نتاع هاد المعادن هادو في هاد المجالات هذا. ولهذا هاد الطلب هذا نتاع هاد المعادن غادي يرتفع بواحد نسبة صاروخية في المستقبل. تنقولوا في 2050 الطلب غادي يكون 6 مرات أكثر ضعف على اليوم، على الطلب اليوم. وباش تفهموا هاد القضية، اللي خدينا واحد السيارة كهربائية مقارنة مع السيارة الحرارية. السيارة الكهربائية تطلب 6 مرات الكمية المعادن اللي موجودة في السيارة الحرارية. اللي خدينا واحد المحطة نتاع الطاقة الريحية في المجال البري تيغيستر تطلب 9 مرات أكثر نتاع المعادن اللي موجودة في واحد الطاقة في واحد المحطة نتاع توليد الغاز. اللي مشينا خدينا هذه المحطة الريحية في المجال البحري تطلب 13 مرات أكثر المعادن. فلهذا هذا الطلب هذا غادي يرتفع بواحد الطريقة كثيرة جدا، كبيرة جدا. ملي تنشوفوا واقع الحال في المغرب تنجبروا بأن هذا القطاع المعدني ديالنا، المعدني ديالنا مهم، المنجمي مهم تقريبا خصوصا مع الفوسفات كما تعرفوه. 26% نتاع الصادرات المغرب تجي من هذا القطاع هذا. يساهم ب 10% في الناتج الداخلي الخام نتاعنا. وايضا كاين 50,000 تقريبا مناصب شغل اللي تتشتغل في هذا القطاع هذا. ولكن كاين عده اكراهات اللي ما تتمكنش بانبثاق واحد المنظومه نتاع المعادن الاستراتيجيه والحرجه. شنو هما هاد الاكراهات؟ اولا تنجبروا بان التصدير ديالنا نتاع المعادن تيكون تصدير نتاع معادن الخام في الحال الخام ديالو لي ميتو ما تنتمنوهاش نصدروها في الحال الخام ديالها من غير الفوسفات والكوبالت باش نكونوا واضحين. تنجبروا ايضا بان الاغلبيه نتاع المعادن الحرجه تيكون الاستيراد ديالها، وتيكون الاستيراد مع واحد الموردين اللي موجودين في واحد البلدان قليله. وتتعرف هذه البلدان هذا مع الاسف واحد التقلبات سياسيه وجيوستراتيجيه. تنجبروا ايضا بان ما كاينش واحد التثمين نتاع المعادن اللي موجوده هنا في المغرب عن طريق الصناعه ومن طرف الصناعيين هنا في المغرب، حيت ما كاينش يمكن واحد الرؤيه موحده بين القطاع الصناعه والقطاع اللي تيشرف على هاد المناجم هادو. فلهذا خصنا يكون احسن تسمين احسن. تنجبر اخيرا بان تك تدوير نتاع وتثمين نتاع النفايات المعدنيه والصناعيه تقريبا ما موجودش. وكاين واحد الاكراهات اخرى اللي عرضانيه، عندها واحد البعد عرضاني ترانسفيرسال. مثلا المناجم اللي تنجبروا صغيره في الحجم ديالها من غير الفوسفات عاوتاني، تنجبروا بان التشجيعات الجبائيه والتمويلات ما كايناش بكثيرا ولا ما كايناش كافيه في هذا القطاع هذا نتاع المناجم، الاستكشاف نتاع المناجم. وتنجبروا بان المساطير معقده وكاين البطء في المساطير في هذا الميدان هذا. ولهذا جينا احنا بعده توصيات. اول حاجه نقولوا بان خصنا تكون واحد اللائحه رسميه نتاع هاد المعادن الاستراتيجيه والحرجه. شنو هما المعادن؟ جينا بواحد المقاربه وبانصات الناس داكشي، قلنا كاين واحد اللائحه خصها تكون فيها 24 نتاع المعادن. هذه واحد اللائحه استكشافيه طبعا، من بعد خص الحكومات تشوف شنو واش غاديرها كامله ولا ما كاملاش، واش غاتزيد فيها الى اخره. ولكن بنيه على شنو هما الحاجيات ديالنا في المستقبل، بنيه على طموحات نتاع النموذج التنموي الجديد.
فعندنا 24 يوم نتاع المعادن هي الحرجه، 7 منها موجوده في المغرب. قلنا بان خاص يكون لابد واحد نشجعوا الاستكشاف المعدني هنا، دونك بلوس دو بروسبكسيون مينيير، باش نجبروك اكثر من كاين 7 خصنا نجبروك اكثر يمكن يكونوا في المغرب. تنقولوا بان خصنا لابد حد ما جبرناش خصنا يكون استيراد نتاع هاد المعادن، خصنا لابد يكون تامين وتنويع نتاع المصادر نتاع الاستيراد نتاع هاد المعادن هادو. شكون هما البلدان اللي يمكن يكون معنا مثلا شراكه اللي هما يصدروا لنا بعض المعادن وحنا نصدروهم اشياء اخرى؟ قلنا بان خص يكون تتمين صناعي نتاع المعادن الموجوده في المغرب، وهذا لابد قلنا خصنا يكون يمكن واحد اللجنه مشتركه اللي فيها وزاره الصناعه ووزاره نتاع اللي تكلف بالمعادن واطراف اخرين بحال القطاع الخاص اللي يمكن لهم يشتغلوا باش يكون تتمين احسن نتاع المعادن.